بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معالي راعية الحفل وزيرة حصة بنت أبو حميد، الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع، لهذا أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بهذه الفئة، وأخذت على عاتقها البحث بحث أمورهم وتحسين أوضاعهم وتوفير ما يحتاجونه من رعاية خاصة، وشملت الرعاية كافة فئات أصحاب الهمم، ومن ضمنهم أصحاب الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية. لذلك أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبادرة مجتمعي مكان للجميع في نوفمبر من العام 2013، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تمكين وتعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع. المحاول تضمنتها استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020، الصحة والتعليم، إمكانية الوصول، التأهيل المهني، الحماية الاجتماعية والحياة العامة، وتقود بلدية دبي عملية تحويل إمارة دبي إلى إمارة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع. وفي إطار هذه المبادرة أصدرت بلدية دبي استراتيجيتها لرعاية أصحاب الهمم، والتي تضمنت التالي: إمكانية الاستفادة من المباني القائمة والمرافق العامة، استدامة الخدمات ووسائل الاتصال ونظم المعلومات والتكنولوجيا، الشراكة والالتزام المجتمعي، ودمج وتمكين الموظفين. تمضي بلدية دبي بثقة في جعل دبي صديقة لأصحاب الهمم، بما يواكب التطلعات الطموحة للقيادة في تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم المقيمين والسياح في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وضمان العيش الكريم لهم، وتوفر فرص العادلة في كل المجالات. كود دبي للبيئة المؤهلة هو أحد أهم مخرجات مشروع استراتيجية دبي للبيئة المؤهلة والمنبثقة عن استراتيجية دبي للإعاقة 2020، يهدف إلى تحويل الإمارة لمدينة مؤهلة لاحتضان وتمكين أصحاب الهمم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية للوصول بالإمارة إلى المراتب الأولى عالمياً في مجالات البيئة المؤهلة. بني الكود على أفضل الممارسات العالمية، وتم وضع الميسرات البيئية والإجراءات المناسبة لضمان سهولة تنقل وحركة أصحاب الهمم وجميع مستخدمي المبنى من خلال تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات الهندسية الدقيقة في مختلف المنشآت والمرافق العامة والأماكن السياحية. كما استكملت البلدية جهودها في محور البيئة المؤهلة بإعداد قوائم تدقيقية للمباني القائمة والجديدة بشتى أنواعها واستخداماتها، كما أصدرت دليل دبي للتصميم الشامل في البيئة المبنية، وقدمت البلدية الدعم الفني لجميع شركائها من خلال التدريب، كما أطلقنا مبادرة وصول. قامت البلدية كذلك بإصدار قوائم تدقيقية تحتوي على متطلبات سهولة الوصول الخاصة لكل نوع مبني، وذلك المباني الجديدة والقائمة بمختلف أنواعها: المباني الثقافية، المباني التجارية، الحدائق والشواطئ والمساجد، الفنادق، المباني الصحية، المباني التعليمية، وكذلك المباني العامة. ولضمان تطبيق اشتراطات كود دبي للبيئة المؤهلة في المباني الجديدة، قامت البلدية بإصدار التعميم رقم 223 إلى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والملاك ومطوري العقارات في إمارة دبي بشأن البيئة المؤهلة وفق معايير التصميم الشامل. ولضمان تبسيط فهم الاشتراطات، أصدرت بلدية دبي دليل دبي للتصميم الشامل في البيئة المنبثقة المبنية منبثقة من كود دبي للبيئة المؤهلة، توضيح متطلبات التصميم الشامل لجميع أنواع المباني، مدعومة برسومات توضيحية بتقنية ثلاثية الأبعاد لكل بند في قائمة التدقيق، والبالغ عددهم 250، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة والملاك والمطورين والمستثمرين والمهندسين من معرفة كيفية تطبيق اشتراطات سهولة الوصول في البيئة المبنية. قامت البلدية كذلك بعقد الدورات التدريبية وورش العمل لكافة المعنيين بتطبيق متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة،
سواء للجهات الحكومية أو ذلك أو وذلك لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لجهاتهم للقيام لتسهيل تأهيل المباني التابعة لهم، وكذلك للجهات الخاصة من مقاولين واستشاريين والذي بلغ عددهم 4770. كما تم إطلاق خدمة وصول والتي تهدف إلى تقديم خدمات تقييم المباني القائمة وفق اشتراطات التصميم الشامل ومعايير سهولة الوصول حسب كود دبي للبيئة المؤهلة، حيث يقوم فريق من المهندسين المختصين بزيارة المباني وتقييمها وإعداد تقرير بمدى موائمتها لاشتراطات التصميم الشامل ومنحها الشهادات بذلك حسب التصنيف المعتمد وفقا لما تحققه من معايير. وكذلك من الخدمات تقديم التقييم الأولي التي تعني بتقديم الدعم الفني، خدمة التدريب حيث تقدم البلدية دورة تدريبية عن كود بي المؤهلة وتمنح شهادات Accessible Building للمباني القائمة التي استوفت ما نسبته 75% من متطلبات سهولة الوصول، تمنح شهادات Accessible Uni للمباني القائمة التي استوفيت 90% من متطلبات سهولة الوصول وعملية تحويل الوصول. خدمة وصول تستهدف القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجميع القطاعات من مطورين وملاك، وعملية تحويل دبي إلى مدينة مؤهلة وصديقة لأصحاب الهمم لن يكتمل إلا بتضافر الجهود، جهود الجميع وتكاملها مع بعض لجعل مدينة دبي مدينة ومثال عالمي يقتدى به في سهولة الوصول. بلدية دبي سباقة دائما لتذليل كافة الصعاب أمام أصحاب الهمم من مقيمين وزوار، وجعل تجربتهم السياحية سهلة ومن أفضل التجارب على الإطلاق في جميع المرافق السياحية ومنها وكذلك الأسواق العامة والمرافق الترفيهية والمتاحف والحدائق وجميع المواقع الأخرى. لذا تقوم بلدية دبي توفير الإعفاءات لأصحاب الهمم في الأماكن الترفيهية والعامة. قامت البلدية بتأهيل عدد كبير كذلك من الشواطئ لأيضا تكون صديقة لأصحاب الهمم، كما تم توفير مواقف للسيارات لأصحاب الهمم في جميع الشواطئ. سهولة الوصول للشواطئ عن طريق الممرات المخصصة لأصحاب الهمم، دورات مياه حديثة في شاطئ جميرة كمثال تتوافق مع متطلبات أصحاب الهمم، توفير منصات للصيد كذلك أيضا تتوافق مع أصحاب الهمم، مطابقة أيضا مناطق الألعاب والساحات الرياضية أيضا لتكون مطابقة لكود دبي. كما أنهت البلدية نسبة كبيرة من الحدائق العامة مثل حديقة الممزر وحدائق الأحياء السكنية، كذلك تسهيل وصول أصحاب الهمم. تأهيل كذلك الحديقة القرآنية التي فتحت في 2018 أيضا لتكون أحد المواقع التي تكون سهلة الوصول إليها لأصحاب الهمم. كود دبي للبيئة المؤهلة لا يتضمن أي اشتراطات للفلل السكنية. قامت بلدية دبي بإعداد دليل خاص في الفترة القليلة الماضية للفلل السكنية بإمارة دبي وفق اشتراطات التصميم الشامل والذي يوضح أيضا آلية الوصول، يمكن شفناها في نحن في المعرض أيضا موجود. نحن نشارككم اليوم إطلاق الدليل اللي أطلقتها معالي الوزيرة ليكون مرجع كذلك وأداة التأهيل الفلل الخاصة والاستثمار ليتمكن أصحاب الهمم من استخدام منازلهم بكل سهولة ويسر. سنكمل جهودنا في قيادة عملية التحويل لتصبح إمارة دبي إمارة صديقة للبيئة لأصحاب الهمم بحلول 2020، وشكراً لكم.